قلنا لكم من بداية البطولة المغرب الحصان الأسود البطولة وبيوصل بعيد بقارة إفريقيا، ولا هو في ربع النهائي أول إنجاز عربي وأفريقي. مبروك كل جمعهم كلهم وكلهم جايين لي بمحبة حقيقة. وأشرف مبروك ألف ألف الله مبروك فيك. تستاهلون الفرحة. الحمد لله أنا كنت قاعد أحاتي صوتك أقول شيء كولي على صوت أشرف كويس ولا لا. والله كان يوم يوم رائع بكل معنى الكلمة. وأشكر الأخ الغالي نور الدين أمربط إنه وافق يجينا البرنامج دون تردد. قال لي أنا نجي معاك كل فرح وسعيد بالتواجد معكم كلكم، لكن اليوم يوم تاريخي. يعني أنت مجهز. أنت جبت لي نور ولكن في نفس الوقت ما تركت سفيان إلا وتأكدت إنه هو بخير ولا هذه خارج الكاميرا. لا لا هذه مشاعرك. ما فيش اسمه خارج الكاميرا. لا معلش سؤال، أنتوا نفس الستايل قصة ولا إيش؟ لا لا ستايل الشعر. نفس الحلاق. أشرف اليوم كيف كانوا اللاعبين بعد المباراة؟ كانوا منهكين تعبانين؟ اليوم الفرحة غطت على كل شيء. يعني حتى اللي منهك بيقول لك أنا أعيش حلم، أعيش شيء رهيب لم يتخيله في حياتي. وأعتقد لأول مرة عند الحديث مع اللاعبين بدأوا يقولون جملة أريد التتويج باللقب. أريد التتويج باللقب لأول مرة في منطقة التصريحات أسمع هذه الجملة، إنهم الآن يرون الكأس ممكنة. تبقت فقط مباراتان، ولهذا كل الثقة وكل الدعم للمنتخب المغربي اللي وقف أمام كل المنتخبات عن جدارة واستحقاق. لكن هذه الجملة إنه نريد الكأس لأول مرة أسمعها بعد أيام وأيام من التصريحات واللقاءات في كل المباريات السابقة. أصبح الطموح عالي جدا طبعا. لكن المنتخب المغربي ذلك بوجود المنتخب المغربي في هذه البطولة، أنت عهدة مع المنتخب البرتغالي على الأقل تقدير، لكن هناك بونو الرجل العظيم الأسطورة الحارس المرمى المغربي. بصراحة بونو أنا بشكره على تركيزه، على روح الحلوة اللي مع الحراس كلها مع مدربه. النهاردة احنا شفنا النهاردة بسم الله ما شاء الله من أول البطولة. النهاردة أنقذ كورتين، واحدة بإيده العكسية والتانية اللي على الأرض بتاعت رونالدو. صراحة الكلام ده مني كحارس مرمى مش ككلام كحضري، لا كصاحب وصديق. بتمنى له التوفيق، هو يستاهل ويلعب في أحسن من نادي إشبيلية، يلعب في الأندية الكبيرة، يستاهل أكتر ويستاهل. وإن شاء الله إن شاء الله يوصل المباراة النهائية بعون الله ويكون أحسن حارس مرمى في كأس العالم، لأنه هو يستاهل. نعم. لأن أنا هي بين اثنين 31 سنة يعني واحد صغير كمان مهوش كبير. يعني لو أنا برشح مين أحسن حارس مرمى في كأس العالم يعني خالد ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. احنا نقول نعم
يعني هذه اللقطة خالد اللي سواها كريستيانو التوحي انه كريستيانو صرح قال انا ممكن راح العب امام لو الانجليز لو فرنسا العب اللعبه القادمه والمدرب ايضا قال انه المباراه سهله فالمغاربه فاجئوهم من دخلوا بالمباراه انت حتى شفت يعني اللاعبين يعني انضغطوا هم يعني حسوا المباراه صعبه صارت عليهم على اي اساس يصير الكلام هذا انا بقول لك انه كانوا متوقعين مباراه سهله لا انا كمدرب ولا كلاعب ما اتوقع هذا الكلام تدري ليش صح. لانه انا لعبت مع اقول لك بلجيكا وكرواتيا وكندا واسبانيا هم صرحوا عبد الله قابل ان جاب من جيبي لا لا انا اقول لك انت هذا التصريح هم صرحوا هم خطا لا لا انا اقول لك لما انت عبد الله هو خطا بس على اساس الحق انا ادري بس اقول لك شوف انا غلطان شفت لا لا خالد بس كلمه واحده لما انت تتساهل يعني تتساهل المنافس تحمل النتيجة الآن المنتخب الوطني المغربي والأعطاب يكون مباراة ثانية ضد الأعطاب يوم الأربعاء المقبل ضد فرنسا وبالتالي إذا استطاع المغرب يقد يعني يوجد اللاعب ديالو لهذه المباراة فثق بي خالد كل شيء ممكن ضد أحسن فريق في العالم اليوم كنت خائف بعد الخروج الاضطراري ديال عدم لاعب أعمدة الدفاع وخروج الاضطراري ديال قائد الفريق ولكن بكل صراحه اللاعبين اللي دخلوا باش يعوضوهم بينوا بالواضح انهم لم ياتوا الى قطر من اجل تكمله المجموعه فقط بل اتوا من اجل المشاركه كانوا يعني مستعدين ذهنيا وجسمانيا لهذه المبارزه المهمه وبالتالي حتى جواد يميق الكل كان متخوف من جواد يميق ابصم على مقابله رائعه واخذ جميع الكرات العاليه بالراس لمنتخبين قوي وقوي جدا ودار خالد واحد الحركه طريفه مع بيبي ما عرفوش لاحظتوا جواد يميق واحد ساعه بيبي اضاع هدف برتغالي فذهب الى بيبي بعد شوي بناخذها والوم المغرب مستقبل كبير جدا لانها من اكثر المنتخبات العربيه انتاج للاعبين ومهارات موجودين في كل مكان في العالم وتمثيل عموما كل واحد اليوم فخور ما في انسان عربي انا بعطيك في دلي مباراة اليوم كان الناس حاسبين المنتخب البرتغالي انه بيوصل محبين كريستيانو كلهم عرب لما عرفوا بيتقابل مع المغرب كلهم فسخوا وراحوا خلوا كريستيانو يا خالد وحدنا المغرب ولبسوا الزي المغربي وكلهم بيشجعوا المغرب هذا حاجه اليوم عملين عملتوهما اقوى قاعده لنا في العالم تشكر قطر على تنظيمها واستضافتها وتشكر المغرب على حسن الاداء ومنتخب قوي ورفعوا رؤوسنا اليوم نحن مبسوطين نفتخر بكم بطوله في دوله عربيه وانجاز عربي لا نزاد الطموح ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتحقق ناويها واعطيتها لخالد في الواتساب شكرا لك يعطيك الصحه انت من النوع اللي تفضحنا ترى احنا حاطينها بعدك من قبل يعني. والله مجازينا لما انت بس دقيقه لما انت قلت لي خالد اليوم انا منتصر خليك معي يا اوكي اليوم خليكم معي يا في نصف النهائي اليوم اللي قلت انت صح اسامه انت صح عبد الله